أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي فالسبورت مع الفدائي دائما وأبدا. وقبل كل شيء، حقيقة فلسطين تستحق، الفدائي يستحق. نحن نمتلك اتحاد فلسطيني قوي جدا برئيس اتحادي صلب وعنيد وقائد، وأيضا نمتلك منتخب وطني يشرف الجميع ويشرف كل فلسطيني. نمتلك أيضا مدرب فلسطيني جزائري صاحب رؤية جميلة، ونمتلك جمهور لا يوصف إلا بأنه رائع. مساء الخير مشاهدينا الكرام مرة أخرى. خليل، يسعد مساك. مساء الخير أحمد، يسعد مساك يا رب، ومساء الخير دائما لكل اللي هم السادة المشاهدين اللي انضموا إلينا حاليا عبر طبعا فضائيتي فلسطين وأيضا فلسطين الرياضية في نقل طبعا هذا البرنامج، برنامج بالسبورت. أحمد، فعلا رفعوا رأسنا اللي هم الفدائيين بالأمس، والكل يعني من منظومة رياضية بشكل عام، لاعبين وأيضا اتحاد كرة قدم وجماهير، وقدم لوحة فنية أعطتنا نكالة التاريخ أمام المنتخب السعودي الشقيق في لقاء راح نتناوله حاليا بالتفصيل برضو مع ضيوفنا الأعزاء. معنا اليوم احمد الكابتن ايهاب ابو جزار المدرب الوطني ولاعب المنتخب برضو الوطني السابق. من كل مساء الخير واهلا وسهلا فيك كابتن. مساء الخير لكم، مساء الخير لكل الشعب الفلسطيني. وايضا معنا الزميل الصحفي والناقد الرياضي منذر زهران. منذر، مساء الخير واهلا وسهلا فيك في بالسبور، بيتك ومكانك. مساء النور، يسعد اوقاتكم، يسعد اوقات جميع المشاهدين، واليوم في كثير حكي لنحكي. أكيد كلام كثير سيكون اليوم، وخصوصا في هذه الحلقة تحديدا عن زيارة المنتخب التاريخية، المنتخب السعودي الشقيق إلى فلسطين ضمن التصفيات الرسمية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. كثير من الأمور سنتحدث عنها، الجزء الأول سنخصصه عن الاستقبال وعن الضيوف، ويعني عن شعور الوفد السعودي. فعلا يعني الكل يرفع الرأس بفلسطين، الكل سافر من فلسطين وهو سعيد جدا، الكل سينقل صورة الشعب الفلسطيني الصامد، سينقل صورة الكرازيمتية الجميلة للشعب الفلسطيني، الصمود، العنفوان لكل ما هو فلسطيني في فلسطين. إيهاب، المنتخب السعودي حل ضيفا على فلسطين، بشكل سريع ومبدئي قبل أن ندخل في التفاصيل، كيف رأيت هذه الزيارة بشكل عام؟ يعني هاي زيارة تاريخية، بتعرف المنتخب السعودي منتخب مؤثر على الساحة الآسيوية كرة قدم، وعلى الساحة العالمية منتخب مهم، منتخب عريق، فبالتالي هذا بلفت الأنظار للرياضة الفلسطينية. اللي أهم من هذا كله أنه المباراة خرجت جميلة جدا، من تنظيم، من حضور جماهيري، من الأجواء اللي حاطت بالمباراة كانت أجواء رائعة جدا، فبالتالي هذا بيعكس الصورة أنه فلسطين قادرة تستضيف أي حدث رياضي، سواء كان يتعلق بكرة القدم، بأي يعني بأي شيء له علاقة بالرياضة بشكل عام. قدمنا بالأمس مباراة كبيرة، ولكن المنتخب السعودي والاتحاد السعودي أصر أنه يلعب في فلسطين، لأنه هذا تثبيت للملعب البيتي، وكلنا شفنا قديش الملعب البيتي مهم للاعب الفلسطيني، قديش مهم للجماهير الفلسطينية. احنا اليوم لعبنا مباراتين على ملعبنا ما خسرناش، وهذا بدلل أنه إصرار رئيس الاتحاد وإصرار الرياضيين فلسطين سيادة اللواء جبريل رجوب أنه الملعب البيتي هذا حق لنا، فبالتالي اللاعب الفلسطيني اليوم أثبت أنه الملعب البيتي مهم جدا بالنتائج اللي بيأديها. فبنشكر الاتحاد السعودي، بنشكر المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على قدومهم لفلسطين، وإحنا كمان في فلسطين كنا سعداء فيهم، وأكيد هم عاشوا 3 أيام أعتقد إنها من أجمل 3 أيام في حياتهم، لأنه لامسوا قديش الشعب الفلسطيني بحبهم، وقديش في يعني
أخوية. وكان هذا الكلام إيهاب بدي شقاطه كان باين أصلا يعني في تصريحاتهم وفي كمان تعبيراتهم. طيب منذر بالمقابل يعني طبعا المنتخب السعودي حضر والمباراة أقيمت بالأمس، لكن قبل إقامة هذه المباراة برضو التفاصيل بتكلموا عنها الشباب هي كانت تفاصيل فارقة، والزيارة ما كانت زيارة مباراة فوتبول فقط، كانت مباراة للأخوة والمحبة وتعبير برضو عن رغبة المملكة العربية السعودية حكومة وكمان بعتقد الاتحاد على دعم الرياضة الفلسطينية، صحيح؟ طبعا كل تأكيد. احنا لما نحكي عن الاتحاد السعودي لكرة القدم او الاتحاد السعودي او حتى السعودية كدولة هي اكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وايضا لدولتنا الفلسطينية، وبالتالي عندما احنا نستضيف لاول مرة في التاريخ نستضيف وفد سعودي رسمي، يعني حتى على مستوى سواء كان سياسي رياضي اقتصادي لاول مرة نستضيف وفد سعودي، وبالتالي هنا العلامة الفارقة في التاريخ، لأول مرة السعودية تقدم إلى فلسطين وتلعب مباراة مع منتخبنا الوطن الفلسطيني. الأمر الآخر بنحكي أنه يعني على المستوى الرياضي أيضا المنتخب السعودي هو المنتخب الذي فاز بكأس آسيا لثلاث مرات، تأهل لكأس العالم أربع مرات، فبالتالي هاي الأرقام بتهمنا لأنه إحنا نوعا ما استضفنا منتخبات بس ما استضفنا منتخبات اللي فازت بكأس آسيا أكثر من مرة، يعني حتى ممكن ولا مرة، أتوقع الإمارات ما فاز ولا مرة بكأس آسيا، مرة وحيدة، مرة وحيدة. فبالتالي إحنا استضفنا المنتخب اللي من كبار القارة الآسيوية، يعني إحنا حظنا حلو كمان إنه كان منتخب عربي، يعني قبل إحنا ما استضفنا لا اليابان ولا أستراليا ولا إيران ولا هاي المنتخبات الكبيرة، أول منتخب قوي من كبار القارة الآسيوية هو المنتخب السعودي. يعني في الجزئين منذر، في الجزء المعنوي وقيمة المملكة العربية السعودية، ثم في جزئية إنه فرق أصلاً هذا المنتخب كبير، يعني طبعاً هم وصلوا خمس مرات، خمس مرات لكأس العالم، أكثر منتخب عربي فعلاً، أكثر منتخب عربي وحتى من أكثر المنتخبات العالمية، لأنه بنحكي حتى في منتخبات أوروبية وصلت بالضبط، كرواتيا وصلت لنهائي أو دور نهائي كأس العالم، فاينل مونديال بالضبط، بالسيمي فاينل لعبوا ثلاث مرات في كأس العالم، نحكي منتخب السعودي لعب خمس مرات في كأس العالم، توج بكأس آسيا، هاي كلها أرقام فارقة أكيد. بتأهلنا إنه إحنا نستضيف منتخبات يعني أقوى وأقوى من من يعني نعم. لكن إحنا بنحكي منتخب السعودية هو المنتخب اللي شرفنا في مباراته بالأمس، وكمان بالنقيد. شرفنا في زيارتك فريق رياضي. راح نستعرض منذر، خلينا على نستعرض يعني من لحظة وصول المنتخب السعودي الشقيق إلى أرض فلسطين إلى رام الله تحديدا. طبعا الاستقبال كان رسمي، استقبال يعني هنا نلاحظ الجهاز الفني واللاعبين، الطاقم المرافق بالتأكيد للمنتخب السعودي ذهب إلى فخامة الرئيس محمود عباس، ولكن اللاعبين والطاقم الفني كان في استقبالهم يعني محافظ كرم الله والبير، نعم يوم الأحد 13 أكتوبر الدكتورة ليلى غنام، وأيضا الوزير عصام القدومي، كذلك يعني أمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوسف لافي، كوفية أحمد، وكذلك أكيد هيرفي رينار، يعني كوفية يلبسها رينار، هذا الشيء يعني كل الوفد لبس الكوفية وهو سعيد. إحنا يعني كنا موجودين تحديدا في هذه اللقطات، ممكن أنا وخليل، وشعرنا بكمية السعادة التي تغمر الجميع، كل اللاعبين بلا استثناء يعني بلغة السوشيال ميديا صار يصور ومبسوط، استقبال كان يعبر عن تراثنا الفلسطيني، يعبر عن 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 قيمة فلسطين، والسعادة كانت من اللحظة الأولى، السعادة والفرح والسرور كان من اللحظة الأولى، وهنا بالتأكيد رئيس نادي رام الله. وأيضا الجميل مثل ما أنت تفضلت قبل شوي، يعني هم زاروا على صوت سياسية هون سيادة الرئيس أكيد، وبعد توجهوا للفندق فكان برضو في استقبالهم شخصيات رياضية وسياسية، يعني ما ضلش بعتقد تقريبا شخصية نقول معتبرة ومهمة ورياضية وسياسة ووطنية كمان في فلسطين إلا وقامت بواجب استقبال الوظيفة السعودية، فمرات خرجت عن إطارنا بس مباراة كرة قدم كانت هذه، هذا عناق كان ما بين الشعب الفلسطيني بنتخيل كمان والسعودي، وبعرفش إذا كمان ضيوفنا يعني صحيح. الاستقبال كان يعني البداية كانت حلوة، البداية بلشت الصورة جميلة حافل، وأنا يعني متبع شوي الإعلام السعودي، هم سعيدين جدا بهذا الاستقبال، سعيدين جدا
بحفاوة الاستقبال للمنتخب السعودي، وقديش المباراة مهمة في أرضية الملعب ثلاث نقاط، ولكن غلب عليها الطابع الأخوي والحبي، فبالتالي يعني الاستقبال كان يليق أيضا بحجم المنتخب السعودي، لأنه كمان يعني منتخب عربي شقيق ومنتخب كبير بعكس هم، أنا بعتقد راح يكونوا سفراء للرياضة الفلسطينية، وهيعكسوا في كل العالم أنه إحنا زرنا فلسطين وجدنا هناك كل شيء يسر أي إنسان. بالتأكيد يعني منذر، طبعا عشان نوضح للمشاهدين، الكل مرهق والكل تعب، يعني حتى ضيوفنا يعني تضحكوش، خلينا نحكي للجمهور بكل صراحة، 72 ساعة أنا بأكد للجميع تعب جهد من كل ما هو رياضي في فلسطين، بداية من الاتحاد الفلسطيني والعاملين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الإعلام الرياضي، المدربين، الكل مرهق بلا استثناء. أنا أؤكد تماما أنه خلال 72 ساعة السابقة إحنا الأربعة تقريبا وفي غيرنا كمان 140 لم ننم أكثر من 10 ساعات، يعني في 72 ساعة أو أقل كمان، يعني منذر حتى مش عارف يحكي فالتعب التعب والإرهاق تبين. يعني عن جزء كبير اللي هو الجمهور، الجمهور اللي قطع مسافة من الخليل لحتى فيصل الحسين أو من جنين وكل المدن لفيصل الحسين، في ناس من الصبح من الساعة 9 كانت موجودة بالملعب امبارح، يعني كان الملعب فاتح موجود. رح نحكي عن الجمهور كله. يعني احنا يعني هذول كمان لازم احنا نحطه فوق الراس الجمهور. اكيد يعني احنا شفنا الاستقبال منذر على اعلى مستوى، وعلاء اذا جاهز يعني كلمة فخامة الرئيس للاستقبال يا ريت تعرض لنا اياها عشان نشوف ونقيم كيف انه الاستقبال كان رسمي وشعبي، وايضا يعني خلينا نشوف كلمة فخامة الرئيس محمود عباس في استقبال الوفد السعودي. احنا والمملكة علاقاتنا تاريخية، واقول تاريخية فعلا، منذ أن نشأت القضية الفلسطينية في عام 1948 ونحن نسمع نفس الكلام الذي سمعناه من المرحوم عبد العزيز إلى سلمان ومحمد بن سلمان، إنه القضية الفلسطينية في قلب كل سعودي، وعمرنا ما شعرنا إطلاقا بأنه نحن طرفين. دائما وأبدا يقولون لنا ما تريدونه نحن معكم، ما تقررونه نحن معكم، ما تحتاجونه لا تسألوا. والله في كثير من الأمور إنه عمرنا ما كنا نطلب، ما نطلب مساعدة، نشعر هم يشعروا إنه إحنا بحاجة فتأتي التلبية رأسا. هذه الزيارة زيارة نفتخر فيها ونعتز فيها، ونشعر إنه يعني تجسد أكثر فأكثر العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبين فلسطين. ومثل ما قلت لكم، ما نسمعه من أو ما سمعناه من المرحوم عبد العزيز نسمعه الآن من محمد بن سلمان طبعا، ومن سلمان، ومن قبله عبد الله، ومن قبله فهد، ومن قبله خالد، ومن قبله ومن قبله. وليس هذا فقط، والشعب السعودي أيضا عندما يعني نعرف ما هو موقف الشعب السعودي إلى يومنا هذا، الشعب السعودي سباق كحكومته وكأمرائه للقضية الفلسطينية. احنا كثير اليوم من نحبكم ومنشعر بسعادة غامرة انه انتوا على أرضكم. صحيح هي القضية قضية كرة قدم، وهي كتير كويسة يعني، ومجيئكم يسعد الشعب الفلسطيني، وأظن شفتوا في التلفزيون وفي الناس قديش سعيدة بأنه تراكم في فلسطين. فميت مرحبا. نعتذر عن التأخير، نعتذر عن بعض العقبات التي صارت، هذه نعانيها نحن يوميا، ولكن أظن أنه يعني بتمروا عليها هاي، لأنه هاي قضية بسيطة، إنما المهم أنه أنتوا الآن في أرض فلسطين وعلى أرض فلسطين وبين إخوانكم وأهلكم، وأهلا وسهلا فيكم.
يعني كل الشعب الفلسطيني كان سعيد فعلا بهذه الزيارة، كلام فخامة الرئيس محمود عباس برضو لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لخص فيه الكثير من الأشياء والمشاعر برضو اللي كانت تختلج صدر كل فلسطيني بعد هذه الزيارة الجميلة. منذر، مش كل مرة ومش كل منتخب بيزور دولة أخرى بيكون باستقباله رئيس هذه البلد وأعلى سلطة نقول أيضا في هذا البلد، فنفهم شوي وكمان نفسر معنى أنه سيادة الرئيس محمود عباس بحضوره بكلماته هذه اللي خصصها للوفد السعودي كانت موجودة بزيارة منتخب السعودي. شوف، خلينا نحكي على أرض الواقع. امبارح كان ممكن في 38 أو 39 مباراة دولية، يعني بين مباراة ودية وبين تصفيات أوروبا وتصفيات كأس آسيا وكأس العالم. بتصور ولا دولة من هذول الدول الرئيس استقبل الوفد، يعني بزور دولة منتخب مثلا، دولة بزور دولة ثانية ما بيستقبلوا الرئيس، بس خلص مباراة رسمية بتكون طابع رسمي، بيجي المنتخب بيستقبلوه بالمطار أعضاء الاتحاد، بروح على الفندق، يعني هيك الإجراءات، البروتوكول العادي، البروتوكول الرياضي العادي. إلا في فلسطين صدقا، يعني حتى المنتخبات السابقة كان هناك اهتمام، لكن المنتخب السعودي زي ما حكينا تاريخه وقيمته وقيمة السعودية حظيت باستقبال يعني على أعلى مستوى، يعني أنه المنتخب السعودي حتى حظي باستقبال رؤساء دول، يعني رئيس الاتحاد السعودي قدم إلى فلسطين كأنه وعومل كأنه رئيس دولة قادمة إلى فلسطين، بروتوكوليا وسياسيا ورياضيا من كل النواحي هو يعامل معاملة يعني أعلى مستوى موجود، وهي بتعطي اليوم أدفانتج للرياضة نفسها، يعني منتخبات الدول صارت فعلا خليها ممثل لبلدها، دل على اهتمام القيادة الفلسطينية في الرياضة الفلسطينية. يعني فخامة الرئيس لما يستقبل رئيس الوفد بشكل عام، يعني هو دعم للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، دعم لحقوق اللاعب الفلسطيني، دعم للرياض الفلسطيني، وتوجهه إلى المملكة العربية السعودية لحضور اللقاء مع جلالة الملك السعودي وخادم الحرمين الشريفين، فكان له طابع سياسي أخوي رياضي إيهاب بالتأكيد، يعني أعلى سلطة. بس خلينا نشوف في الأول رد رئيس الاتحاد على رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل على كلمة فخامة الرئيس محمود عباس. اسمح لي فخامة الرئيس أن أبدأ بمقولة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان التي كان يرددها دائما وأبدا، وهي قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، وهذا بالفعل أمر إحنا كمواطنين سعوديين نستشعر فيه من طفولتنا. الحدث اليوم حدث تاريخي جدا، إحنا سعداء جدا، وأنا فخور حقيقة أني أكون يمكن أول رئيس اتحاد كرة قدم، أو قد أكون أول مسؤول رسمي رياضي يتشرف بالدخول لأراضي فلسطينية، فلسطين العز، فلسطين الشرف، فلسطين الشهامة، فلسطين الفخر لكل عربي. احنا سعداء جدا فخامتك حقيقة، يعني كل الشكر والتقدير على اهتمامك الشخصي وعلى دعوتك. واحنا الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه كان أيضا قضية كبيرة جدا له موضوع فلسطين رياضيا، لما عمل ما عمله من دعم للقضية، وإحنا كنا أسعد الناس لما بدأ المنتخب الفلسطيني يحتضن مبارياته في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، وإحنا حريصين جدا على مصالح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومنتخب فلسطين، وإن شاء الله بإذن الله نوعدك فخامة الرئيس أن نقدم مباراة كرنفال رياضي شعبي. إحنا لمسنا ووجدنا الاحتفاء قبل ما نوصل، وصدقني فخامة الرئيس ليست مجاملة، من أول ما دخلنا أنا وزملائي يعني غمرنا شعور غريب سبحان الله، يعني شعور يعني يمكن ما عمرنا حسينا فيه، وسعيدين جدا. وأنا أعتقد أن هذه فعلا زيارة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة، ودائما نتطلع للتعاون يعني بما يخدم أي أمر، خاصة الإخوان في الاتحاد الفلسطيني اللي اليوم ما شاء الله يقدموا مستويات فنية عالية. أنا شاهدتهم بنفسي في أستراليا في كأس آسيا لأول مرة يلعبوا النهائيات، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وإحنا سعداء جدا بوجودنا في أرض فلسطين، أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين. وعدنا سعادة اللواء إن شاء الله يرتبنا أيضا زيارة للمسجد الأقصى، وهذا حيكون أيضا شرف كبير
أنا سعيد جدا فخامتك باستقبالك، استقبالك فخر كبير لنا، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون على أعلى مستويات الحب والوفاق بإذن الله. شكرا فخامتك. بالتأكيد هذه كانت كلمة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في استقبال الرسمي لفخامة الرئيس، وكما قال إيهاب فخامة الرئيس ودكتورة ليلى غنام أيضا قالت للوفد الذي كان أمام الفندق زيارة فلسطين هي زيارة من أجل السجين وليس تطبيع مع السجان طبعا. رأينا أن إسرائيل لم يعجبها زيارة المنتخب السعودي ولا بأي شكل من الأشكال إطلاقا، حاولت تنغص هذه الفرحة يوم أمس أيضا بعد اللقاء، تعرضت الجماهير بعد خروج الوفود وبعد خروج مراقب الاتحاد الآسيوي وكذلك الجماهير التي كانت متخلفة في الملعب تعرضت لمضايقات، وهناك يعني بعض الجماهير نقلت إلى المستشفى وسأتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا بعد قليل. وأيضا في زيارة الوفد السعودي إلى القدس اعتقل محافظ محافظة القدس واعتقل أيضا أمين سر حركة فتح في القدس، فهذا يدل على عدم رضاء السعودي عدم رضاء إسرائيل لزيارة المنتخب السعودي. وهنا نرى في خلفية الشاشة إهداء المنتخب السعودي لفخامة الرئيس كلر المنتخب تعقيبك كمان تعقيبك على الموضوع اللي هو التطبيع اللي أثير، وأعتقد أنه يمكن صار من الماضي بعد زيارة السعودية يعني كانت أكثر الدول اللي تقريبا تخشى من هذا الشيء، ولكن بما أنها اليوم زارت فلسطين على ما يبدو أنه موضوع التطبيع اللي كان يفسر بصورة نوعا ما مش مضبوطة بتخيل تغير الموضوع يعني هذا. مفهوم التطبيع أصلا هو كان خاطئ، وكان للأسف إحنا كمان عندنا بعض الأشخاص في المجتمع الفلسطيني بنقل الصورة عن التطبيع بشكل سيء، هذا اللي بيخلي العرب دائما عندهم مغالطة مغالطة طبعا طبعا. اليوم المنتخب السعودي دخل فلسطين وشاف كيف الشعب الفلسطيني كله استقبله، شاف الإجراءات وقديش الاحتلال مضايق علينا كشعب فلسطيني، وقديش احنا حريصين عشان يكون عندنا رياضة ونعمل رياضة. اليوم الرئيس بيستقبل البعثة السعودية، طبعا هاي دلالة كبيرة انه احنا الرياضة اليوم تحديدا احنا لأن وضعنا يختلف عن الآخرين، الرياضة اليوم بتمثل للشعب الفلسطيني شيء كبير. اللاعب الفلسطيني هو سفير بمعنى الكلمة للشعب الفلسطيني، لأنه احنا بنتعرض لأطول وأبشع احتلال موجود على وجه هاي الأرض، فبالتالي اللاعب اليوم بنقل صورة. كرة القدم بتقرب البعيد، التواصل بين المجتمعات بين الناس بتسهل عملية التواصل كرة القدم، فبالتالي اليوم إسرائيل أكثر حدا منزعج من الموضوع هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأنه السعودية بأركان الدولة السعودية كانوا مع القدوم إلى فلسطين، وهذا إشي إسرائيل هي بتحاول دائما تعزلنا عن العرب، وهي اللي بتروج لفكرة التطبيع وإلى آخره. فهذا أكبر رد، فهذا أكبر رد قدوم المنتخب السعودي، أكبر رد إنه إحنا بنيجي على فلسطين في الأراضي الفلسطينية اللي فيش فيها إسرائيليين بالضبط. وإحنا شعب كريم، إحنا شعب كريم، وإحنا بدنا نلعب كرة قدم في أرضنا وفي ملعبنا. وأنا بقول لك هاي رسالة لحاجز قلندي أنه أنت موجود هنا غلط، لحاجز بيت إيل أنه هذا مش مكانك. إحنا اليوم عنا ضيوف، حتى للجدار العازل اللي مروا للجدار العازل طبعا أنه أنت مش المفروض تكون هنا، لأنه اللي المفروض يكون موجود هنا الشعب الفلسطيني وضيوف الشعب الفلسطيني جميل. اللي دائما بنورونا ضيوف الشعب الفلسطيني، هذا أهم شيء، مش ضيوف أي أحد آخر. حاب أعقب على نقطة بخصوص التطبيع، يعني أنا ما كنت حاب أحكيها قبل، يعني حتى على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي للأسف كان هناك عشرات الحسابات على موقع تويتر، طلع اللي استهدف تويتر عارف إن السعوديين موجودين على تويتر مش موجودين على الفيسبوك. كان هناك عشرات الحسابات سواء كان منها وهمية أو كمان يديرها أشخاص للأسف يستهدف الجمهور السعودي والرياضيين السعوديين
بنزلوا معلومات عن المباراة السعوديين بروح بيستهدفوهم انه هذا تطبيع ومش تطبيع ومش تطبيع وغلط ومنظر غلط يعني كمان كمان غلط كمان الاعلام كل الفكرة السعودي غلط مش نص الفكرة كل الفكرة غلط كمان الاعلام السعودي يعني الاعلام السعودي تعامل مع هذا الموضوع بحرفية بحرفية كمان مش احكي لك شغله كمان 22 ألف جمهور موجودين في الملعب غير الجمهور الموجود برا والناس اللي موجودة حتى على تويتر والفيسبوك الفلسطينيين الأصليين اللي بحرقة كانوا يدافعوا عن الـ عن الـ عن المباراة أكيد. وعن وجود المنتخب السعودي كان هذا أكبر رد على كل حدا اتجرأ وكتب كلمة إنه هاي المباراة خلينا نشوف منذر كمان مع بعض يعني إذا جاز كمان المادة معنا على إنه المنتخب السعودي عمل جولة في فلسطين بالعموم زار القدس وكمان عمل جولة في كثير من الأماكن وكان في كرم ضيافة باين فممكن كمان نشوف الصور ونعلق عليها منذر هلا في الشاشة خلفنا طبعا هون كان المنتخب اللي هو منتزه رام الله هذا يعني بين الناس عشان نوضح مش منتخب السعودية منتخب السعودية ما كانش في لا رئيس الوفد المرافق للمنتخب السعودي طبعاً يعني بلاش الإعلام السعودي زعل منا يحكينا انه المنتخب انتو يعني بدل ما يتدرب راح بدل ما يتدرب راح ياكل لا هو كانت جولة يعني جولة للوفد السعودي ليشاهدوا اكبر حجم ممكن من فلسطين ومن اماكن موجوده والاحتكاك كمان مع الشعب مع الشارع لانه هذا المنتزه حقيقه إيهاب كان هناك عندي انا شخصيا وعند الجميع تخوف من بعض الـ 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 الاشخاص يعني السلبيين ولكن اقسم لك ان شعبنا عظيم شعبنا راقي شعبنا يعني عزيز ما بحكي لك اسرائيل هي اللي روجت لهذا الموضوع كله صدقني صدقني الكل تفضلوا الكل طبعاً. يلاقي بكل طبعاً. حب وود انا كنت متخوف ان يتعرض الوفد لبعض المضايقات من بعض الاشخاص السلبيين ولكن لا يوجد في شعبنا شخص واحد سلبي ولا مضياء ولا غير مضياف ولا يعني منذر شفنا كيف فرحتهم سعادتهم في وجودهم هو بلش منذر بطريقه حلوه انه قاعدين بين الناس بين الناس الناس بتشوفهم بتيجي تسلم عليهم طلع الناس بتيجي بتسلم عليهم بيطلعوا بيجوا ما حدا لا يضايقهم ولا حدا يعني بالعكس كل الناس كانت حابه حتى يمشوا بالضبط في الشوارع بس انه الفكره الاساسيه واحكي لك شغله نكون على بلاطك في كثير ناس شفنا على مواقع التواصل بتحكي لك كان هناك تجديدات امنيه وكان هناك حول الفندق وحول مكان الاقامه شيء طبيعي اي وفد بروح على اي دوله ثانيه بكون في تجديدات امنيه احنا في بعض الدول لما يكون وفد ما بتتحرك الا بحراسه وراك لانه فما بالك في وضعنا بالضبط فاحنا مستهدفين يعني الطبيعي. الاحتلال يعني ما ضيع مباراة عدت على خير حتى شفت كثير وفود كانت تيجي إسرائيل كانت بعض الأحيان تجيب كاميرا تصور بعض الأشياء مباراة عدت على خير واستقبال وفد عدى على خير من كل النواحي من كل الأمور الفنية واللوجستية الحمد لله رب العالمين طلع حي بس هناك شغلة كان في هناك شكوى علاء أنت معنا كان هناك في شكوى ضد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلينا نشوف الشكوى يعني كان هناك لازم نعالج هذا الموضوع لازم نعالج الموضوع صح الشكوى كانت مقدمة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل على ياريت نسمع الشكوى اللواء شوف سيادة اللواء مهم جدا نسمع الشكوى أكيد نشوف شو المشكلة على سيادة اللواء جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلينا نشوف الشكوى وبنرجع لكم ولكن دولة الرئيس اسمح لي أن أختم أنا لدي شكوى وأرجو أن تتقبلوها بصدر رحب الشكوى هي ضد اللواء جبريل رجوب هذا الرجل ممتاز أنا سأقدمها شفهيا وإن لزم الأمر خطيا أنا جاهز أنا أشتكي هذا الرجل لأنه والله يا أخوان ويا أخوات أغرقنا بكرمه هذا الرجل أنا أعرفه يمكن من قبل 4-5 سنوات وأعرف مدى نخوته وشهامته ورجولته لكن من قبل ما نجي إلى فلسطين وبعد ما وصلنا فلسطين والله يا جماعة مو معطيني فرصة لا فطور ولا غدا ولا عشاء ولا قهوة حقيقة التسهيلات اللي وفرها والتجهيزات اللي وفرها والله العظيم أن فعلا لم نشعر أننا نحتاج أي شيء فلك الشكر والتقدير يا أبو رامي أنا حقيقة يعني يمكن دائما يعني
يقال أنه في السفر الواحد يكتشف معادن الرجال. أنا اكتشفت معدنك قبل وشفت كل حب وكرم وتقدير منك أنت ومن كل فلسطيني، وأشكركم مرة أخرى وشكرا لكم جميعا، ونشوفكم على خير إن شاء الله. بالتأكيد هذه الشكوى قدمت في العشاء الذي أقيم في مقر الرئاسة للوفد السعودي، وبحضور كل السياسيين وكل الإعلاميين الفلسطينيين وكثير من الشخصيات الاعتبارية. خلينا نحكي إيهاب. نعم. يعني أجمل شكوى تفضل. تقدم ضد أي مسؤول فلسطيني. يعني في البداية أي حدا بعرف سيادة اللواء جبريل الرجوب بعرف قديش كريم ورجل معطاء. شكوى مهمة جدا، شكوى هاي أنا بعتبرها مجسدة بشخص اللواء جبريل الرجوب، بس هي شكوى على الشعب الفلسطيني كله، لأنه سيادة اللواء هو ممثل للشعب الفلسطيني. حتى الناس اللي بتختلف معاه أحيانا بتضل تحكي دايما عنه أنه رجل شهم وكريم، وأي إنسان في صفة الكرم فهو إنسان عظيم. فبالتالي يعني هاي شكوى بتتلج صدورنا، شكوى بنفتخر فيها، وهذا مش جديد على كل يوم شكونا يا جماعة شكونا. طبعا هذا مش جديد على سيادة اللواء، فاحنا بنحييه طيب. على المجهود اللي عمله أكيد. خلال الفترة الماضية ومنظر يعني بدنا نختم تقريبا في هذا الإطار، كمان نروح للجانب الفني. فإذا عندك شيء تحكيه في هذا الإطار، إطار الزيارة والاستكبار التاريخي قبل اللي هي المباراة، كيف شفت الأمور؟ عشان كمان هلا نروح للجانب الفني يعني حد المباراة كمان حكينا. أنا برجع على نفس النقطة، إنه كان الاستهداف الرياضي على موقع تويتر، كان هناك العديد من الزملاء الصحفيين الذين تطوعوا من أجل يعني ضحض هذه الروايات التي كانت يروجها البعض، تطبيع ومش تطبيع وأشياء زي هيك. وخلال المباراة الصحفيين السعوديين، يعني ما بدي أذكر أسميهم صدقا، على تويتر كانوا يشكرونا في كل إشي صار. يعني حتى هم ما أجوا، بس لما المتابعة والتقرير اللي وصلتهم والإشي اللي وصلتهم كانوا يشكروا من كل إشي صار. حتى أحكي لك شغلة، تعادلوا لما يتعادل المنتخب السعودي، يعني نوعا ما بكل اللي بيزعلوا إشي امبارح صدقا والله كانوا مبسوطين. طيب أنا هاي الحركة راح تروح على تويتر بداية عشان نرد على الجمعة اللي كان لا عشان على 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 الكيلاني مخرجنا بحكي لك الحلقة هاي واعد لا تنزل على إن شاء الله إن شاء الله. طيب أحمد، عشان برضو في جانب كثير مهم الناس لازم يسمعوه بحبوا يسمعوه، أتشكر هذا يعني محضر أحمد حقيقة. يعني الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بكافة موظفيه، بكافة يعني من أصغر يعني موظف لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الكل تعب. يوم أمس انتهى اللقاء، ممكن الجمهور مش عارف، تعرض الجماهير لمضايقات الاحتلال على حاجز قلنديا، ونقل على إثرها بعض المشجعين إلى المستشفى. كان هناك يعني سنتكلم عن جمالية جمهورنا في الجانب الفني، ولكن كان هناك بعض المصابين في مستشفى رام الله وأيضا في بعض المراكز في الرام، وكان على رأسهم تخيلوا أكثر من 10 أشخاص، مسؤول الأمن موسى صلاح وكذلك المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال، وكان مسؤول التسويق حسام رجوب، وأيضا عبد الله يعني المسؤول المالي، كثير من يعني شوف حتى اهتموا في المشجعين قبل ما يذهبوا قبل أنا شايف يعني من المباراة حتى الساعة الواحدة صباحا كانوا متواجدين في المستشفى، فلازم نشكرهم على هذا الجهد. أكيد يعطيهم العافية، كل بني آدم مبارح ساهم بهذا العرس الوطني بعدك لازم نشكره، قبل اللي هم اللاعبين اللي هلأ راح نشكرهم على أدائهم ونفصل شو عملوا مبارح، لأنه الأداء اللي كان موجود في لقاء الأمس كان أداء مميز جدا بعيدا عن النتيجة اللي يمكن ما كانتش عادلة كثير مع المنتخب الوطني. فإذا كانت عادلة أو لا هلأ بنشوف مع ضيوفنا، فاصل صغير ونرجع بنكمل في الجانب الفني لمباراة المنتخب الوطني أيضا والمنتخب السعودي الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية.
أسعد الله مساءكم وأوقاتكم جميعا مشاهدينا الكرام متابعينا متابعي برنامج بالسبورت عبر فضائية فلسطين وأيضا فلسطين الرياضية. نتابع معكم اليوم الحديث عن والتغطية حتى الخاصة نقول لمباراة المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم مع المنتخب السعودي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وأيضا كأس الأمم الآسيوية 2023. في الجزء الأول من هذه الحلقة ناقشنا الموضوع نقول أهمية هذه الزيارة من الناحية التاريخية السياسية والوطنية وبرضو الاجتماعية بوجود الأشقاء السعوديين على أرض فلسطين. وحاليا راح نروح إن شاء الله للجانب الفني ونحلل برضو أطوار هذه المباراة ولماذا خرجت في النهاية التعادل السلبي بين المنتخبين. ولكن قبل كل ذلك بحب أمسك ممر على محمد زميلنا العزيز برضو على ضيوفنا الأعزاء الكابتن إيهاب أبو جزر لاعب المنتخب الوطني السابق والمدرب برضو ومنذر زهران الصحفي والزميل الإعلامي العزيز. أهلا وسهلا فيكم يا شباب. أهلا فيكم. يعني شفنا مباراة جميلة ورائعة من المنتخب الوطني الفلسطيني. خلينا نشوف على هات الملخص يا جماعه هات الملخص اعطونا علي جبريل اول شيء علي جبريل المراقب الدولي الفلسطيني المعتمد من الاتحاد الاسيوي. طب انقسم الاشواط علي تعب يعني عشان برضو عشان شوف جمالية الجماهير. طيب التحليل عشان معناش وقت كثير نحاول نقسمه لشوطين شو رأيكو يعني شوط أول وشوط ثاني. نشوف كابتن إيهاب الجزر شو رأيه كان بتشكيلة المنتخب اللي دخلت هذه المباراة. هل كانت التشكيلة اللازمة للقاء ولازم نسمع المعلق ما شو بحكي شوي هلا. يعني بالمناسبة المعلق هو خليل جد الله زميلي بنفس البرنامج. تمام. فخليل شو رأيك إيهاب بالتشكيلة؟ المعلق رائع. المعلق رائع. المعلق رائع هاي التشكيلة. طيب دفعنا بتشكيل الصح في البداية. احنا دخلنا المباراة لها ثلاث عناوين سريعا. نعم. خلينا نتطرق لهم. العنوان الاول انه الملعب البيتي. العنوان الثاني انه احنا بنتسلح بالجماهير الفلسطينية. العنوان الثالث الروح القتالية اللي بيمتلكها اللاعب الفلسطيني. وهي الثلاث عناوين كانت واضحة في الملعب. اللاعبين التزموا واضح التزام كامل بتعليمات المدرب. وهذا اللي بيميز اللاعب اللي بحقق إنجاز أو بعمل بطريقة إيجابية عن اللاعب اللي دائما مش صاحي في الملعب. لأنه كرة القدم تفاصيل بسيطة جدا. شفنا اللاعبين الفلسطينيين كانوا ملتزمين. التشكيل اللي بلش فيه الكابتن نور بنوجه له تحية ولجهاز الفني الكابتن فهد ولكل الجهاز الكابتن مكرم كمان. التشكيل تشكيل كان موفق جدا لهذه المباراة تحديدا. كان تحديدا لهذه المباراة كان الأسباب تحديدا لأنه حتى طريقة اللعب والأسلوب اللي فرضناه إحنا على المنتخب السعودي كان موفق جدا. 4-4-1-1 في بعض الأحيان بيكون 4-4-2. شفنا الالتزام والانضباط من إسلام البطران وتامر الصيام والتزامهم الدفاعي مع الشهران والبريك قديش ريح المنتخب الفلسطيني من الضغط لأنه دائما المنتخب السعودي على أطراف خطير. البلوك اللي عمله الكابتن نور في نص الملعب وأجبر المنتخب السعودي على الأخطاء في منطقة المناورات وعمل الكونتر أتاك السريع في ظهر المدافعين. فبعتقد التشكيل كان موفق. الأربع مدافعين أدوا شوط أول رائع ومباراة بشكل عام رائعة جدا. شفنا نظمي البدوي تحركاته استلامه تحت الضغط نقل الكرة من نص ملعبنا لنص ملعب المنتخب السعودي بطريقة رائعة جدا. أنا بدي أحكي على جزئية صالح شحادة لأنه الكل بيحكي أنه أهدر فرص كثيرة. لولا تحركه الجيد وتمركزه وتوقيته الرائع ما كان قدر يصل لأماكن حساسة وخطيرة في الملعب. صحيح. أول مباراة ببلش فيها أساسي. لعب هاي ثالث مباراة دولية طبعا لعب مباراة رائعة جدا لاعب واضح أنه يمتلك إمكانيات عالية جدا. فبالتالي بعتقد احنا سيرنا المباراة الشوط الأول تحديدا وشفنا يمكن أول ركنية لنا كانت في الدقيقة 9 أول فرصة خطيرة في 13
او اقل حتى والله. شوف احنا خلينا نلخصها، فبالتالي احنا صيرنا المباراه زي ما بدنا زي ما بدنا. كابتن نور الدين ولد علي استطاع ان يجلس رينار على المقعد زي دكه البدلاء طبعا. سير اللقاء كما يريد منذر، يعني اللقاء خرج كما يريد مدرب لولا إضاعة الفرص. كنا أخطر، كنا أكثر من 5 أو 6 فرص حقيقية للتسجيل، ولكن يعني التوفيق هو توفيق وعدم توفيق. ولكن من ناحية انضباط تكتيكي ومن ناحية جمالية في اللعب وخلق الفرص كنا أفضل وأحرجنا المنتخب السعودي. يعني حتى من ناحية الأرقام الإحصائيات المباراة كنا أفضل من كل النواحي. يعني حتى ضربات الركنية كان عندنا 9 ضربات وهم عندهم 7 ضربات. نسبة الاستحواذ على الكرة كمان مهمة، كان عندنا منتخبنا حوالي 48% ونسبة المنتخب السعودي 52%. فبالتالي احنا بنحكي هم تفوقوا شوي، لانه بتعرف هم شوي بحب شفت كذا مرة بحاولوا يلعبوا تيكي تاكا، استحواذ في اماكن مش فعالة في الملعب، استحواذ في اماكن مش فعالة، بس كمان نسبة متساوية بنحكي. نفس الوضع الضربة الفرص الخطيرة، كان عندنا 6 فرص خطيرة وكان عند المنتخب السعودي حوالي 4 فرص خطيرة بس شتان صراحة. بالضبط هم الفرصة واحدة خطيرة جدا اللي شفناها هلا بالضبط، هم الباكي تصوبات فوق المرمى، ما احنا كنا كراب كثير. بس قلت لك احنا بنحكي لانه عشان على السيستم اللي بنشتغل عليه، انه لما تدخل الكره جوا منطقه الجزاء ويكون في فرصه احنا بنسميها فرص خطيره. حتى نسبه الهجوم كان عندنا حوالي 27 هجمه لمنتخبنا الوطني مقابل 25 هجمه للمنتخب السعودي. يعني كل هاي الارقام اللي بنحكيها كان من خلال الاحصائيات اللي بنعملها. تعليقك على صالح وعلق عليه كابتن ايهاب، انت شو رايك؟ يعني بالعكس، يعني لاعب لاول مره يعني يلعب اساسي مع المنتخب الوطني، حتى اوكي تضيع الفرص، بس مع ذلك هو عنصر التفوق، يعني التفوق بالضبط ما كان كثير موجود عند اللاعب. يعني خلال هو موجود في الملعب كان افضل وسيله للدفاع هي الهجوم، وبالتالي قياده منتخبنا الوطني نحو الهجوم ونحو تشكيل فرص ونحو الهجوم على مرمى المنتخب السعودي، هو كمان قلل الضغط على الدفاع ورا، فشوي كان مدافعينا يتحركوا. عبد اللطيف البهدالي ايضا يروح هجوم ويهاجم، لما كان في عندنا حوالي 9 ضربات ركنية كان صحيح. متطلب انه يكون عبد اللطيف البهداري، نسب رجوعه الى خلف يعني ما كان يأخذ معه حوالي يعني 10 ثواني 9 ثواني. ما شاء الله عبد اللطيف، انا احكي لك عبد اللطيف في دقيقة 84 ايهاب لاعب صاحب 21 عام ادخل رينار في الهجوم. عبد اللطيف كان مهاجم، يعني كان الكرة في ملعبنا ركنية سبرنت. رجع في الدقيقة 84 صحيح. يعني أنت مقدر لاعب عمره 36 عام في الدقيقة 85 من اللقاء 86 من اللقاء يعود مع لاعب صاحب 21 برجان بلعب في الاتحاد وبلعب في الاتحاد يعني. ولاعب كبير وكذلك، ويأخذ الكرة بكل حرفية وبكل جمال. عبد اللطيف البهداري خلص كل الكلام دي. يعني اولا الروح والاصرار، ودائما بيخلق لنفسه حافز. اليوم عبد اللطيف هو صمام امان للمنتخب، لاعب مميز، لاعب بعطي يعني انطباع ايجابي عند زملائه وعند الجماهير، انه بس تشوف عبد اللطيف في الملعب انت بتكون كمتابع للمباراه مرتاح. الخبره اللي اكتسبها خبره طويله، له فتره طويله بيلعب مع المنتخب، ف يعني احنا بنحييه لانه كمان هو دائما بحاول انه يخدم فلسطين بكل ما يملك، وياسر كل التحيه له. بسرعه انسجم معه، انا كمان حاب اعلق عنك عبده. اي لاعب بيعدي بنسجم معه، لانه عبده شخصيته عبد اللطيف هو بحب نحكي له عبده بالمناسبه او الجد كثير اسماء، فهو شخصيته بيستوعب اي حدا بسرعه. فكمان هو سهل لياسر انه ينخرط بسرعه مع المجموعه نعم. منذر بعرفش ده الارقام اللي انتم بتعملوها، هو طبعا منذر زميل صحفي تخصصه اكثر انه يحسب يعمل احصاءات حول المباريات، فبعرفش انه هل في احصائيات اللي عملتوها كان باين معكم انه هجمات المنتخب السعودي اللي هم بركزوا على العمق، عندهم الشهري وعندهم كمان عسير وعندهم باهبري، هل حاولوا انهم يدخلوا من هذا المكان؟ انا شفت انه لاعبينا كانوا اصلا في يعني انا قبل انا بدي اختلف معك، واحنا اللي اجبرناهم يروحوا على العمق وعلى الفاضي. المنتخب السعودي في مباراته مع السنغافوري كان كل لعبه عن الاطراف، كله عن الاطراف، والاهداف اللي سجلت عن الاطراف. رجوع
تامر واسلام والبطران اجبر المنتخب السعودي انه هم كيف امبارح كانوا يشتروا انت برايك كمان كيف شفتها يعني بالنسبه للاحصائيات عم بحكي لك احنا يعني شغلنا بالاحصائيات اللي هو بنحصي عدد الهجمات عدد ما بندخلش بالعمق لانه شوي يعني هم مش معطينا حافز يعني الشركات اللي بنشتغل معها الاحصائيات مش معطينا يعني حافز انه ندخل اكثر لانه مثلا اذا احنا بنتابع مباراه دوليه بكون كل لاعب كم يتحرك كم دقيقه كم كيلومتر قاطع بكون بيشتغلوا على برنامج طيب معين انت لما تبعت المباراه احنا اجبرنا ندخلهم مثل بكر محمود شو صار بعدها الاطراف كانت متماسكه عندنا احكي لك شغله انا لاحظت امبارح عنصر الطول متفوق لمنتخبنا الوطني الطول يعني والقوة البدنية القوة البدنية لأنه نوعا ما هذا الحكي ما كنا نشوفه بالسعودية يعني المنتخب السعودي التاريخي اللي كنا نشوفه بال94 بال98 كأس العالم كأس آسيا كانوا متفوقين بالطول أكثر بس شوي منتخبنا امبارح كان متفوق لأنه كنا نشوف الضربات الركنية كانوا يلعبوها قصيرة ما كانوا يلعبوها جوا الملعب ويجي حدا جوا عفوا منطقة الجزاء أو جوا الصندوق الستة ولاحظنا بجوز أربع خمس ضربات ركنية كانوا يلعبوها بالإطار القصير بحاولوا يخترقوا عنصر الطول كان لصالح منتخبنا الوطني على طول يصد الكرة برا فهم حاولوا شوي يخترقوا ما قدروا بسبب البلوك اللي كان عامله المدرب منتخبنا الوطني بتصور يعني إشي كان مبارح وهو أنا إذا بضيف شغلة بس كباتن هو المنتخب السعودي حاول مبارح يعمل يشتغل على الأطراف بس هم شغلهم على الأطراف إيهاب كمان أنت شفت مباراة سنغافورة منذر إنه وأحمد أكيد هم لما يدخلوا عن طريق الأطراف بدخلوش عشان يعملوا أوفرات هم بدخلوا بمهارة عشان يدخلوا على الأرضيات أرضية يدخلوا على المصاري فإحنا مبارح لما دخلنا أنا هيك بعتقد كمان محمد يامين ومحمد باسم بركة كثير فارقوا يمكن طبعاً. مش هم اللي صنعوا مش هم اللي استعرضوا صحيح. بس كانوا جلود هم الجلود المجهولين طبعا يعني ما هو أنت إذا بدك تجبر منتخب يدخل على العمق بدك هاي المنطقة تضيق المساحات فيها تقطع كور ودائما بنحكي اللاعب اللي بقطع الكرة مش هو اللي بيكون صانع العاب أقرب لاعب عندك تلعب له باص هو اللي بصنع لعب وهذا اللي كان بيعمله يمين وباسم مباشرة أي طابة بقطعه بسلمه لنظمي البدوي اللي هو بدوره كان بنقل الكرة بشكل جيد يعني خلينا في آخر دقيقة وكمان لازم نتشكر حدا قبل يعني لأنه شكرت الاتحاد الفلسطيني بكل منظومته برضو نتشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والزملاء في فلسطين الرياضية إيهاب بالتأكيد على رأسها أكيد مع الوزير المشرف العام للإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف الذي سخر كل إمكانيات الهيئة من أجل الظهور الإعلامي بالتأكيد يعني شاهدنا كل طواقم تلفزيون فلسطين تعمل على مدار الساعة من أجل الإنجاح وما زالت تعمل يعني علاء بحكي لي ما زالت تعمل أكيد علاء الكناني مخرجنا محمد حشاش أيضا المصور وروان المصورة الرائعة دائما وأبدا أحمد السيد في الصوت وكذلك الكتابة الإلكترونية والإعلام الإلكتروني الكل عمل على هذا الحدث التاريخي حتى أن المباراة نقلت على كل القنوات التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على القناة العامة وقناة فلسطين مباشر وكذلك فلسطين الرياضية وأيضا على قناة مساواة كل القنوات المحلية كل القنوات والإذاعات نعم وإذاعة صوت فلسطين هذا إيهاب الزخم الإعلامي هل نجحنا كإعلاميين بكل أمانة وأنت مدرب قيمك هذا الحكي يعني أنا ثلاث يعني أولا أنتم اللي نقلتوا الصورة لكل العالم ولولا التعب والمجهود سواء يعني من الوزير أحمد عساف لأصغر إعلامي وما في إعلام صغير في فلسطين كل الإعلاميين كانوا على قدر المسؤولية نقلوا الحدث لأنه حدث يستحق أن ينقل إلى العالم فكنتوا جنود معروفين ومعلومين أنا إذا بدنا نختم فيه قبل أن نختم أنا بدي أوجه رسالة اوكي انا بدي اسال بدي كمان اخذ منذر نحكي عن الجمهور اوكي كل واحد عنده رساله منذر بدي اسمع كلامك عن الجمهور حكينا عنه بس اليوم امبارح يعني العدد ما كانش طبيعي الصوت ما كانش طبيعي يعني احكي لك شغله ممكن شو اسمه هاي اكبر مباراه بحضرها جمهور فلسطيني ممكن ملعب دوره كان يسع اكثر بس بتصور حتى الجمهور امبارح تفوق على مباراة برشلونه يعني. لما اجى برشلونه عندنا بتصور جمهور امبارح تفوق ممكن ما كان في رقم دقيق لانه بتعرف ممكن عدد التيكتات الكل حاول يفوت بالضبط الكل حاول يفوت بس انا بتصور اللي كانوا موجودين في الملعب امبارح اكثر من 25000 واللي كمان حاول يفوت اكثر من 30000 يعني شباب وبنات شباب
بنات كبار وصغار جامعات يعني ما في ما تشوف حدا عائلات حتى عائلات كانت كل يعني ارقام مهوله يعني شفنا صور الناس بتطلع حبل كان على الجدار على الاساطيح على بالضبط شكل لا يوصف جماليه هات رسالتك جمهور 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 فعلا جمهور فلسطيني انتم رائعين انتم يعني ترفعوا الراس وحتى العنصر النسوي يعني خلينا نشوف روان معنا زميلة المصوره العنصر النسوي عملها معنا بكل تاكيد على شو اسمه على هذا الحدث خلينا نروح لرسالتك يعني في الختام انا بوجه رساله للاعلام الرياضي الفلسطيني احنا ما بدنا نكون عاطفيين وبنشتغل على الصدمه فزنا على المنتخب الأوزباكي مدحنا المنتخب ومدحنا المدير الفني وإلى آخره انهزمنا من سنغافورة بلشنا ننتقد وحكينا كلام مش رياضي امبارح كان المنتخب رائع بل مدح وإلى آخره احنا مهم جدا نكون واقعيين هاي كرة قدم فيها فوز وتعادل وخسارة لازم يكون عندنا ثقة في جهازنا الفني في اللاعبين في الطاقم الإداري للمنتخب لأنه ما بصير إحنا نشتغل على الصدمة كنا مناح اليوم المنتخب منيح كنا سيئين المدير الفني مش نافع فبالتالي هاي كرة قدم بصير فيها كل إشي أحيانا اللاعبين بكونوا مش في المود المدرب بكون غير له تغيير مش بمعنى لازم دائما نراعي ظروف يعني لازم بالضبط لازم طيب دائما كل مباراه وظروف احنا بدناش نطول فالاساس انه الجهاز الفني كل الاحترام اكيد طيب بس طوالكوا اكثر روحوا ارتاحوا هلا بعد هذا التعب الكبير احمد تقدر ترتاح خلي احمد يقدر يرتاحوا يعني مشاهدينا الكرام اكيد احنا كنا حابين نضل معكم اكثر ولكن وقت البرنامج معنا انتهى حاليا برنامج باري سبورت فاكيد نشكر ضيوفنا الكرام دائما الكابتن ايهاب ابو جزر المدرب الوطني واللاعب برضه السابق مع المنتخب الوطني ومنذر زهران كمان زميلنا الاعلامي العزيز احمد يعطيك العافيه كمان يعطيك العافيه جميعا شكرا لكم أكيد. جميعا شكرا للرياضه الفلسطينيه التي ستصلنا الى العالم شكرا للرياضه الفلسطينيه أوصلتنا التي اوصلتنا بكل تاكيد شكرا للرياضه الفلسطينيه التي عرفت العالم على جماليه وعظمه هذا الشعب العظيم الشعب المقاوم شكرا لكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء في قادم المواعيد الكرويه والرياضيه ودائما وابدا كل التوفيق للفدائي العنيد الصلب إلى اللقاء إلى اللقاء